تعالوا نشوف بقى حدوته. بالمناسبة عشان احنا بنتكلم هنا على العلم وحديث العلم والعلماء، ده بيبقى شيء ظريف ورائع وممتع ومفيد ومبهر. قصة جينات البشر. عالم سويدي يحصل على جائزة نوبل للطب. حدوتة، ايه حكاية جينات البشر دي؟ دي حدوتة يعني. شوف بقى الأستاذ شادي عبد الحافظ وهو الكاتب المتخصص في الشأن العلمي يشرح لنا إيه اللي حصل. أهلا يا أستاذ شادي. أهلا بك يا فندم، فرصة سعيدة جدا. أنا والله أسعد جدا قوي خالص. أنا أحب حديث العلم وأحب جدا المتخصصين في هذه الشؤون والكتاب في هذه الشؤون دايما بصراحة، باعتبار أن ده يعالج نقص فيا، يعني أبقى مبسوط وسعيد لأنه ده معناه أن أنا مخي بيتملي. ايوه انا كذلك والله. لا ده انت من الناس اللي بنلجأ لها يا استاذ شادي. قول لي ايه الحدوته بتاعت العالم السويدي ده؟ والله هو القصه انه الدكتور سفانت بابو، وهو احد العلماء السويديين فعلا من ماكس بلانك انستيتيوت للانثروبولوجيا التطوريه، اكتشاف او الكشوف العامه او انجازات هذا العالم. هو مش انجاز واحد، اقصد مش بحث واحد اللي عمله، ولكن مجمل ابحاثه على مدى 25 ل 30 سنه كانت في نطاق الكشف عن علم البحث عن الجينوم القديم. طب يعني ايه الجينوم القديم ده؟ الجينوم القديم ده علشان نفهمه لازم نعرف معلومتين اساسيتين. الاولى ليها علاقه بيعني ايه جينوم. الجينوم هو ببساطه كتاب الماده الوراثيه اللي موجود في خلايا كل البشر وكل الكائنات الحيه. هو كل خليه من خلايانا موجود نسخه من الكتاب ده، زي بالظبط يكون عندك فلاشه عليها فيلم. الفلاشه دي مكتوب فيها معلومات، كان معلومات عن هذا الفيلم. اول ما بتحطها في اللابتوب بتاعك بتاع حضرتك بيظهر الفيلم على الشاشه. هو كده الخليه بتاعتنا فيها برضو اكواد مكتوبه بداخلها، بداخل النواه. الاكواد دي بتحمل كل معلومات عننا كبشر، عن لون العيون، طول الشعر، طول الجسم، لون الجلد، لون الشعر نفسه، كل ذلك وصولا بقى لادق التركيبات الكيميائيه في خلايانا. فده هو الجينوم، الكتاب الوراثي بتاعنا، تمام، صحيفة الحالة الوراثية زي ما بيسميها العلماء. طيب ليه القديم؟ ليه الجينوم القديم؟ لأنه سفانت اللي عمله مش دراسة الجينوم بتاع البشر، ولكن الجينوم بتاع أشباه البشر، وهم أناس يشبهون البشر، عاشوا مع البشر من حوالي 30 ل 70 ألف سنة، تواجدوا على كوكب الأرض، ومنهم نوعين. النوع الأول هو اسمه النياندرتال وده عاش في أوروبا، والنوع الثاني اسمه الدينيسوفان وده عاش في آسيا. الكشوف اللي عملها سفانت انه اولا قدر يدرس الجينوم بتاع هذه الكائنات او اشباه البشر اللي عاشوا في هذه الفتره القديمه جدا، وده تقنيا امر يعني صعب جدا، لانه العينات، تخيل عينه محفوظه في حته عظمه جوه كهف بقاله 40,000 سنه، موضوع بالطبع يعني تخيل مدى الصعوبه، كانك بتدور على قش في جبل قش، مش حتى ابره في كوب قش زي ما بيقول. فالوصول لهذه البيانات عن هذه الكائنات اللي عاشت من 40,000 سنه كان شيء صعب جدا، ما قدرش يحققه غير هذا الرجل. طيب ايه اللي اضافه بقى لما اكتشفنا الحاجات دي؟ اكتشفنا انه في رابط ما بيننا وما بين هذه الكائنات، انه البشر قبل 70,000 سنه هاجروا من افريقيا عن طريق مصر بالمناسبه، وصلوا لاوروبا، تزاوجوا مع، حصل تزاوج يعني مع النياندرتال، وفي اسيا جنوب شرق اسيا تحديدا حصل تزاوج مع دينيسوفان، وانه هذه الاجناس البشريه ليها جزء من الحمض النووي بتاعها موجود في الحمض النووي بتاعنا دلوقتي. يعني مثلا لو في شخص اوروبي قرر يحلل الحمض النووي بتاعه، الجينات بتاعته، الجينوم بتاعه، هيلاقي فيه نسبه 1-2% متاخد من النياندرتال، وهكذا الناس اللي في جنوب شرق اسيا بالنسبه للدينيسوفا. طب ده بيفيد بقى الطب في ايه؟ ما هي جائزه نوبل طب وفيسيولوجيا، بيفيد في ان العلماء حاليا اصبحوا قادرين يفهموا ليه نسب مرض السكري بتزيد في بعض الافراد في اوروبا. اكتشفوا ان ده مثلا ليه علاقه بجزء من الجينوم اللي متاخد من النياندرتال. نفس الامر ليه علاقه ببعض الامراض المناعيه وبعض امراض النوم، بل انه حتى في اثناء جائحه كوفيد 19 اللي فاتت سفانت ده نفسه شارك في ابحاث بتقول انه بعض الاوروبيين او بعض الناس في العالم عموما، لانه الجين مش موجود في اوروبا تحديدا، يعني ممكن في اوروبا متركز فيه بس موجود في كل العالم برضه بنسب مختلفه، انه الناس اللي عندها حساسيه للاصابه الشديده بكوفيد 19 ثم طبعا الاعراض الشديده اللي قد تؤدي للوفاه، عن الحساسيه دي نابعه من جين قد يكون له علاقه بالنياندرتال. فالكشوف بتاعت هذا الرجل بتخلينا ننظر الى امراضنا وننظر الى الفسيولوجيا بتاعت جسمنا
من منظور تاني اخر ما كانش العلماء تخيلوه، ان احنا وارثين الحاجات دي عن ناس عاشت معانا من 40 و50 الف سنه، دقه طبعا علميه شديده يعني. طيب ده وصححني لو انا غلطان، معناه ان احنا كان في عندنا عمليا نوعين من المخلوقات العاقله او حتى شبه العاقله او الذكيه على سطح هذا الكوكب، البشر ونوع تاني زي انسان نياندرتال، صح كده؟ والله هو حته كانت عاقله او لا ده لسه مسار بحث علمي لاي درجه كانت كائنات عاقله. لكن كان عندي نوعين يعني كانوا اشبه بالبشر في جسمهم تمام، بس مش شبههم تماما. أوكي. والعلماء يعرفوا في هذا النطاق ان هم يعني مثلا نياندرتال تحديدا نعرف ان هم اشعلوا النار يدوي، يعني اشعل النار عشان ياكل، ويعرفوا ان هم مثلا من الحاجات اللي نعرف عنهم ان هم مارسوا نوع من الفن، رسموا علامات زائد وناقص ورسومات بدائيه بس رسموها تمام. لكن الى اي مدى كان وضعهم بالنسبه لحته الاركان وكانت عاقله او لا، العلماء مش عارفين ده بنسبه 100%، مش الا انه انا كده عندي نوعين قديمه والمعلومات عنها ضعيفه جدا 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 يعني. لكن تاني ده معناه ان انا عندي نوعين، عندي كائنات البشر وعندي انسان نياندرتال واشباهه، وثالث كمان الدينيسوفن هو الثالث الدينيسوفن اللي موجود في اسيا، صح كده؟ طيب. وفي كمان بس احنا مش عارفين منهم، يعني عارفين منهم بعضهم ده بس امثله، دي اللي خدت نوبل السنه دي، انما في كتير، في اكثر من نوع تبع حاجه كبيره كده اسمها الجنس الانساني، اللي هو في البشر اللي هو احنا يعني وغيرهم من هؤلاء اشباه البشر يعني. اذا احنا مش من هؤلاء الاشباه خالص، احنا عندنا حالات من التزاوج والتناسل فادت الى وجود نسب جينيه زي ما حضرتك قلت من 1 لـ 2% مثلا. حصل يعني هو البحث العلمي في النقطه دي بيقول انه حصل تزاوج ما بين البنو البشر اللي هو احنا مع هذه الاجناس اللي عاشت قديما، والتزاوج ده ادى لوجود نسبه قليله من جينهم في الجين بتاعنا نقلت لينا، لانه يعني لما انسان بيتجوز انسانه، لما واحد بيتجوز واحده جزء من جيناته وجزء من جيناتها بيتحدوا معا يروح للطفل. تمام. بالنسبه لنا البشر طبعا ده بيروح بنسبه 100%، انما احنا اكتشفنا في جينات البشر بنسبه من 1 لـ 2% بس من جينات النياندرتال، وبتصل ل 6% في جنوب شرق اسيا بالنسبه للدينيسوفن، بس مش في كل الحالات يعني بتصل لهذا الرقم. طب ده كمان من فهمي لكلام حضرتك انه مواطن الضعف اللي موجوده عندي كبشري سواء اذا كان اللي بتؤدي الى الامراض او لضعف الجهاز المناعي جيالي من هذه الاشباه. جايه من النياندرتال، وبعض الباحثين بيقولوا زي ما حضرتك بتقول كده انه ده اصلا كان احد اسباب انقراض النياندرتال، لان النياندرتال والدينيسوفن دول انقرضوا من زمان. طب ايه اسباب انقراضهم؟ قال لك ما يمكن هي دي، ان جيناتهم كان فيها درجه من الضعف ما ساعدتهمش يستمروا يتكيفوا مع الحياه، بينما البشر اللي هو احنا اللي هو علميا اسمه الانسان العاقل قدر يستمر ويكمل بسبب انه جينيا كان اقوى يعني. اذا وبرضه صححني لو انا غلطان، ده معناه او هذه الابحاث معناها انه نظريات النشوء والارتقاء لداروين لم تكن بهذه الدقه، ان احنا مش كائنات متطوره من كائنات اوليه او بدائيه، احنا حاجه تانيه. لا هو اقول لحضرتك حاجه، هو يعني هي ولا هو على العكس، بس اللي اقصده في النقطه دي تحديدا انه البيولوجيست كان في نظريه التطور، وانا عارف انه في جدل شديد في المجتمع المصري والمجتمعات على عن كلمه نظريه التطور، وحاليا ما فيش حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها البيولوجيا التطوريه، وده نطاق كبير جدا، علم كامل موجود ليه فروع كتير بقى، في ناس بتدرس الجانب بتاع الانسان، وناس بتدرس الجانب بتاع الامراض، وناس بتدرس الحيوانات، وناس بتدرس عمليه التطور نفسها، يعني في تخصصات كبيره جوه هذا النطاق، ما عادش في حاجه اسمها بالمعنى المفهوم نظريه التطور، ده عندنا احنا هنا بس في الجدل او في الجدل اللي بيبقى عالميا حتى على السوشيال ميديا، انما البيولوجيا التطوريه هي شيء ثابت وفي الاف العلماء بيدرسوه عندنا في مصر، علماء كبار طبعًا في هذا النطاق طبعًا يعني. طبعا طبعا. طب حاجه ثانيه برضه يا استاذ شادي، هل ده او النتائج بتاعت هذه الابحاث ممكن تؤدي الى بعض الامور اللي بنتطلع اليها زي العزل الجيني، ان انا اقدر اعزل الجينات اللي بتسبب ضعف مناعي، اعزل الجينات اللي ممكن تبقى مسؤوله عن الاصابه بمرض السكر، اعزل جينات عن اللي ممكن تبقى مسؤوله عن تطور خلايا لتصاب او لتتحول الى خلايا سرطانيه الى اخره، يعني هل هيبقى هناك نتائج كثيره خلال سنوات قادمه بالتاكيد بهذا الشكل؟ طبعا هو كل كشف ليه علاقه بعلوم الجينات بيؤثر لا شك في الطب المعاصر.
ليه؟ حلو. لان الطب المعاصر يوم بعد يوم بيتحول للعلاج الجيني، الجين ثيرابي، والعلاجات اللي بتعتمد على اننا نشوف الجين المعصوب ايه او اللي فيه مشكله ايه ونروح نعالجه، نوقفه، نمنع وجوده اصلا مستقبلا. فاي كشف منهم الكشوف دي ليه علاقه بالجينات البشريه، اننا نعرف ده الحته دي تحديدا هي المشكله واحنا ورثناها من و و و و، فبقى المعرفه ده هي بتطور فيما بعد علاجات قويه لعلاج كثير من الامراض زي السكر وزي بعض الامراض المناعيه والسرطان مستقبلا يمكن. لا ده احنا هيبقى لنا بعد كده بقى احاديث كده تنورنا في الاستوديو ونقعد نتكلم. انا مستمتع ومبسوط، ودي من ضمن المناقشات اللي انا احبها جدا. يعني اكيد حضرتك عارف برنامج ستار توك حديث النجوم، ده من البرامج اللي عامله لي هوس في دماغي، يعني هوس مذهل مذهل يعني. شيء جميل والله اهتمامك بالعلوم ومنتجاتها، يعني شيء جميل. انا كذلك احب العلم جدا واقرا دايما. مش عارف ليه ما طلعتش عالم، ايه اللي خلاني طلعت مذيع والله مش عارف. بس مو يعني على قدي برضو الحمد لله. انا اشكرك جدا 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 استاذ شادي عبد الحافظ الكاتب المتخصص في الشأن العلمي.